السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون بزاف راهم يقولوا لي على التصريحات اللي دار صديقنا واحد اليومين ولا ثلاث ايام على ال 21 النقطه اللي قال لهم طبقتها كامله مكمله 100%، عرفتش؟ ويزيد يزيد لك 100%، يعني طبقتها بحذافيرها. دوك ندخلوا في التفاصيل، نخليكم اولا تسمعوه وثاني كنجيبوا لكم الهداف واش كانوا يهضروا، ونجيبوا لكم رفيق واحد باش نرد عليهم هادوما، ومع ندخلوا في النقاط اللي يعني هذه كاع موضوع واحد، حبينا نقولوا موضوع واحد باش ما نطولش على خاوتي الفيديو، نسمعوا واسمو. اولا في الصوره داير رئيس الجمهوريه، داير رئيس الجمهوريه، ما على باليش انا رئيس الاتحاديه عنده عامرة ويدير فيه، ما يستعملش صوره رئيس. هنا تشوف باللي نوايا خبيثه، كيفاش يستعمل رئيس الجمهورية في الصورة ويزيد يتكلم عليه تاني في الاخر باش يوري للشعب الجزائري باللي ما تنتقدونيش وما كدا، وراني مدعو من الرئيس. راك شايف هما كاع تصوروا مع الرئيس، كاع رؤساء الاتحادية يتصوروا مع الرئيس، كاين ناس عاديين يتصوروا مع الرئيس، راك فاهم. هما يستعملوا الصور، ما سبيسياليتي صور هادو، ما قلت لكم غير التش والهف، اسمع وتمتع. يمر اليوم 21 سبتمبر 2024 سنة كاملة على انتخاب رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وكي تشوفوا الفيديو في الاتحادية تشوفوه شغل هكذا، شغل مدايرين الورقة ويقرأ بكل صراحة، وما يوريولكمش كاع، يهضر غير كلمات ومن بعد يفوتوا لأن كان يقرأ من الورقة. نورمالمون يريح يقعد ويبدا يهضر والكاميرا تصور فيه، دير لكم غير مقاطع لان هذا ما يعرفش يهضر، وعلى بالكم باللي عقول ويتعقن الصون بيتي وما والو، ما عندوش ثقافه الكلام، باش ندخلوا في هذه النقطه هذه. اسمع. بالمناسبه للقيام بنقد ذاتي لما تم القيام به خلال هذه الفتره، خاصه في ظل المرافقه الدائمه للداعم الاول للرياضه في البلاد السيد المرافقه الدائمه، يعني راهو يقول لكم باللي رئيس الجمهوريه تبون راهو مرافقني دائما. اسمع. عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه والذي نهنئه بالمناسبه على ثقه. على باليش انا واش دخل رئيس الجمهوريه في امور تاع الاتحاديه اللي راهي تعمل، انا ما سمعتش رؤساء الاتحاديه واحد اخرين يتكلموا على رئيس الجمهوريه في تنظيمات. باغ اكزومبل شان يقول لك راه وفرنا الملاعب وفرنا كذا، ما يقول لكش باللي راهو يدعم فيا وراهو مورايا، وهذا راهو يوصل فكره للشعب الجزائري، ولا يوصل فكره كما قولوا باش الناس تغير رايها باللي صادي لازم نخلوه و و و و. اسمع مليح، هم يخوفوا، هذا تخويف هذا. الشعب الجزائري فيه واعاده انتخابه رئيسا للجزائر لعهده ثانيه ومواصله انجازات العهده الاولى. هذه الثقه والمسانده جعلتني اعمل دون هوى. الثقه والمسانده، يا شعب الجزائري رئيس الجمهوريه راهو يساند فيا، راهو مرايا، راهو هو اللي حطني، هو اللي راهو كيما نقولوا يساند فيا، ما تدخلوش كاع رواحكم انتوما، ما عندكمش كاع الحق تنتقدوا، ما عندكم والو والو والو. طيلة 12 شهر الماضية الحمد لله اليوم تم تحقيق التعهدات ال 21 التي كانت في برنامج الاستعجالي، وسأعمل رفقة أعضاء مكتب الفيدرالي من أجل رفع تحديات جديدة ومواصلة المسار الذي يتطلب تجنيد كل الكفاءات الكروية الجزائرية داخل وخارج الوطن. أنا فتها تاع 100%، نعاود نولوا لها 100%. أمر اليوم 21 سبتمبر 2024 سنة كاملة على انتخاب رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهي مناسبة للقيام بنقد ذاتي لما تم القيام به خلال هذه الفترة، خاصة في ظل المرافقة الدائمة للداعم الأول للرياضة في البلاد السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، والذي نهنئه بالمناسبة على ثقة الشعب الجزائري فيه وإعادة انتخابه رئيسا للجزائر لعهدة ثانية ومواصلة إنجازات العهدة الأولى. هذه الثقة والمساندة جعلتني أعمل دون هوادة طيلة 12 شهر الماضية. الحمد لله اليوم تم تحقيق التعهدات ال 21 التي كانت في برنامج الاستعجالي، وسأعمل رفقة أعضاء مكتب الفيدرالي من أجل رفع تحديات جديدة ومواصلة المسار الذي يتطلب تجنيد كل الكفاءات الكروية الجزائرية داخل وخارج الوطن. نحوها تاع 100%، ما بالك انا ما سجلتهاش على كلها، قال 100%. زيد اسمع. وجه رسالة إلى العائلة الكروية لتوحيد الصفوف والنظر إلى المستقبل بأمل ورؤية إيجابية لإعادة مكانة الكرة الجزائرية في المحافل الدولية. توحيد الصفوف، هذه النقطة اللي جيت ندير عليها فيديو، توحيد الصفوف انتهى في وقت قبل ما تشدها رئيس الاتحادية
وانت ورا وجماعتك ما كنتوش وحده في الصفوف، كنتوا تضربوا وتضربوا 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 وتكسروا في الكره الجزائريه وتنتقدوا كل رؤساء الاتحاديه، ودوكا ولات توحيد الصفوف كي ولات في يدكم. راك شايف عجبك امر محير، اروح اسمع بن شيخ. ما ننساوش، الناس تنسى بزاف، لي بيرا سيدي موسى، صادي لي بيرا سيدي موسى، يعني حر سيدي موسى. اسمع سيدي موسى، ممنوع كاع الناس ممنوع تدخلوا انت، يلا ليبيري. هذا هو علاش راهم يطبلوا له ليبيرا سيدي موسى، اللي يرجعوا يدخلوا ياكلوا كيما زمان. وعندنا فيديوهات الى بولي ماتش اميكال، هذا بن شيخ وبوحنيكه يدخلوا يتعشاو لداخل، ليبيري لهم سيدي موسى. دوك اللي يجي يدخل، راك فاهم؟ وسيدي موسى هو تاع المنتخبات، تربص تحضيري، يعني ما تدخلش، ممنوع تاع المنتخب. كالصحفي يدخل ياكل تما، راه عندنا تصاور يا اخي، ما جبتهمش لهنايا بوحنيكه ياكل مع اللاعبين، راكو فاهمين؟ يلعبوا لي ماتش اميكال داخل سيدي موسى. سي تري امبورتون لا ليبيري سيدي موسى، جازو با مال دو بريزيدون، ما نجموش يليبيراه، هو ليبيراه ولي بان شباب ولا شباب ولا كدا. والناس شتوا العقليه تاع الصحافه، ولا شباب سيدي موسى، على واش كان؟ كان رايب واقيل ولا شباب؟ كيف ولا شباب؟ بتصور راك شايف. اسمع لي كلوب ينجمو يبرينيو فيه وينجمو، علاش دخل لي كلوب هذا سيدي موسى؟ دايرينو للمنتخب ماشي لي كلوب، انت راك تقصد ماشي لي كلوب، واللي نحنا ندخلو ناكلو، واللي نحنايا هذه اللي قطعها لكم جمال بلماضي اللي حاربتو عليها، راك شايف؟ راك تشوف دونك سا انا بور موا سي تري امبورتون ان سونتر باري يتليبيرا. تري امبورتون باش يدخلوا ياكلوا، يدخلوا كيما يحبوا سيدي موسى، ما تقول كوري، راك فاهم؟ هاي ليك علاش راهم يدافعوا على صادي. اسمع تعرف هذايا الامور تحسنت، اللي فوطي ضد رياض محرز جاي يعطينا العقليه. انا نشوف اشياء علاه نشوف اشياء احسن، لان الامر اسند لناس عندهم احترافيه، ناس عندهم احترافيه اسند عندهم كومبيتونس. علاش ما طاحتش من السما اليوم دوبوي 6 موا ولا 8 موا تهضر على لاريفي تاع لي جوار سيدي موسى، ما مانيير كيفاش هم يتبعوهم يقولوا لنا ليزيماج؟ لان انت كرمك صادي راح تحكي لي على ليماج وكذا، هذيك حتى هذيك بيبليسيتي تاع شيري، هذيك بيبليسيتي تاع شيري، لو كان ما كانش شيري ما يديرلكش هذوك التصاور. هذيك بيبليسيتي تاع السيارات، كيفاش يروح يجيبهم؟ هذيك سيتام بيبليسيتي ويخلص عليها الاتحاديه، ماشي عامل لانهم راهم يوروا لك كيفاش، شوف كيفاش رانا نعملوا، راهم يوروا لك في شيري بيبليسيتي، افهم خروطو. هل الاتحاديه تقوم بالتصوير؟ هذا ما كان، اروح زيت مع رفيق واحد. الشيء الايجابي في المنتخب الوطني بعيدا عن النتيجه الفنيه، راينا على الجانب الرياضي انه نجيكم للنقاط. المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش حرر حناجر عديد من الاعلاميين او المحسوبين. بيتكوفيتش حرر الحناجر مع اني نشوف العكس تماما. دوك نجيك على الاعلام الرياضي، لماذا؟ لانه لمده 5 سنوات كامله عديد منهم كان يشوفوا في المدرب السابق الذي تسلط عليهم واعانهم في الندوات الصحفيه وجعل الندوات الصحفيه محل يعني انتقاد الصحفيين، وجعلها ندوه صحفيه في اتجاه واحد يهين الصحفيين، يشتم فنيين سابقين، يتكلموا بالسوء عن الجزائر، يفرض رايه على الجميع، حتى ان البعض منهم تكلمت بسوء على الشعب الجزائري، همجي قلت عليه الشعب غير متحضر، راك فاهم ولا لا؟ لا رفيق، او الكثير منهم اصبح يرى في ذلك التسلط على انه هو الحق بعد. حاب يقول لكم باللي ولات الحريه في المؤتمر الصحفي، نعطي لك شكون اللي كانت الحريه؟ كانت الحريه السيد كان يجي في 12 تاع الليل، الربعه تاع الصباح، كنتوا تستناوه في المطار، ورغم انها غير قانونيه كان يجي ويعطيكم وجه ويهضر معاكم ويضيع من وقته، جاي عيان من المطار. كان الندوه الصحفيه يجاوب ويريح معاكم ساعه ونص وهو يغنجق معاكم. دوك بيتكوفيتش دار لكم 40 دقيقة، كنت أنت يا واحد من الناس وأنتم الصحافة تاع الخروط اللي راكو تشكروا في صادي تشكروا في بيتكوفيتش، كنتوا تقولوا القائمة جمال بلماضي 4 أيام 5 أيام قبل التربص كنتوا تشعلوا النار. دوك بيتكوفيتش ولا يحطها لكم داخل المؤتمر الصحفي، نشفى لكم الهضرة تاعكم، كنتوا تقولوا نورمالمون يعطينا القائمة باش نوجدوا روحنا الأسئلة تاعنا، كيفاش أنا ما عنديش قائمة؟ دوك ولا بيتكوفيتش دار لكم الديكتاتوريه، تجي في المؤتمر الصحفي نعطيكم التشكيله الاساسيه، راك شايف؟ وفي البيوس كنتوا تجروا مورا بالماضي في البيوس، يحدث لكم يهضر معاكم، هذا ما هذا والو، لا مطار لا بيوس، قطع عليكم كلش، وراه شكون وين كانت الحريه؟
راك فاهم ولا لا؟ لا ارواح وليد صادي ال21 نقطة، اعتماد هيكل تنظيمي جديد لإدارة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على باليش هذا ما عنده حتى معنى، هذايا لحط لكم نقاط ما عندها حتى معنى. اعتماد الأساليب العصرية للرقمنة والتخطيط والاستشراف. الرقمنة يا وليد صادي ماشي تجيب لي درون وتبدا تصور في شيري هذيك الطوموبيل. الرقمنة كنا نشوفوا احنا تذكيرتي، كانوا يبيعوا تذاكر تذكيرتي، دوك ما كانش كاع تذكيرتي تروح تجيب مليك يجي. راك شايف الرقمنه ماشي كيما راك تتصورها نتايا. راني العمل على اطراء الادوات القانونيه والتنظيميه الكفيله باستدراك النقائص. اولا انت راك تحكي على القانون، انت غير قانوني لان ما عندكش ديبلوم جامعي. راني جاي الالمام العاجل بالوضع المالي للاتحاديه باستعانه بخبراء والاعتماد الاستراتيجيه تسويق واستثمار وتنويع. تخفيض حجم الانفاق العام للاتحاديه، مع انك رحت بنيت كيما انت على حسب الهضره تاعك رحت بنيت اوتيل تقول لي تسمى كيما نقولوا تخفيض حجم الانفاق، وانت راح بنيت اوتيل في الكوت ديفوار مرمي دراهم هكذا تبارك، راك شايف كيفاش. وترشيد النفقات، التعجيل في تاهيل المركز التقني تحسبا للمواعيد القادمه للمنتخب الوطني الجزائري، هذه قبل الكوت ديفوار. بن ناصر علاش تبليس؟ علاش ما صورتوا لنا سيدي موسى؟ رحتوا تدربوا في العشب الاصطناعي بصح ما وريتوناش كيف في العشب، ما فهمت واش حبيت نقول لك. وزيد المنتخب الوطني الجزائري خرج من الدور الاول، تحسب عليك، انت قلت جيت نحميه ومن الحكام وعندي خبره وكذا، ومنا خرجنا من الدور الاول وكذبت على الشعب الجزائري كيما راك تكذب تقول حققت 21 نقطه. قلت لهم راني درت طعن عند الكاف في لي تريبين، راكو تفاولا هذيك وما كان لا طعن ما كان لا اجابه على الحكام اللي انت قلت باللي نحاولنا ثلاثه ضربات جزاء حقيقيه. روح رص كل الموارد البشريه واللوجستيه ووضعها تحت تصرف المنتخب الوطني خلال كان كوت ديفوار 2024. هذا راني جاوبتك دوك خبر، ما شفنا والو، شفنا بعثت جماعه مرتزقه باش يطاكيو المنتخب، ما حميتش المنتخب لا من الحكام لا من المرتزقه اللي بعثتهم انت، راك فاهم كيفاش. قال لك دعم المنتخبات الشبانيه من اجل عودتها الى الواجهه، اروح نعطي لك المنتخبات الشبانيه اللي دعمها هذه هاي لك النتائج الاخيره. خلينا هادو 2016 2018 هذه الجزائر ليبيا، ربحت الجزائر 2-0 في بدايه السنه. اروح شوف النتائج الاخيره تاع 17 سنه، الجيري سود افريكا خسرنا ب 7-4، ضد زامبيا خسرنا ب 4-1. راك شايف وزيد كي راك انت تقول دعم الكره واسمها دعم المنتخبات الشبانيه من اجل عودتها الى الواجهه، وانت نحيت لهم الشان، راك فاهم، انسحابات وانسحبت من لاكو بدافريك. انت الجزائر قدمت ملف باش تنظم، انت رحت انسحبت وزدت انسحبت من الشان. كيفاش راك تدعم الكره الجزائريه؟ بالعكس بالانسحاب، تمسخر بينا صاحبي، تمهبل راك، تمهبل راك تكذب على الشعب وما يعطيلكش، يقول لك باللي راني حققت 21 نقطه، خبط راسك في الحق، ما يجيبلكش عايدك واش درنا هنا كيفاش كانت، شوف واش درنا يعني بالتفاصيل، ما كانش كاع تفاصيل، راني حققت 21 نقطه بلا كذب. قال لك بعد كره القدم وين راهي؟ دعم الكره النسويه ومنتخب السيدات ومرافقتها بكل الوسائل. ما شفنا عندنا منتخب نسوي ورانا دايرين حاله ما كان والو، غير خرطي في خرطي. بعد كرة القدم المدرسية والجامعية مع إنشاء منتخب وطني مدرسي وجامعي بالتنسيق مع الجهات الرسمية المنتخب، هذا تاع المدرسي هذه حكى عليها تبون وما طبقتوهاش، وزاد دارها دوكا كي شد الرئاسة قال لك لازم ديروها، ما كان لا منتخب تاع مدرسي لا والو. كيفاش حققت 21 نقطة؟ إعادة ترتيب الأمور في المديرية الفنية والاستنتاج بالكفاءات الجزائرية داخل وخارج الوطن، مطمور ما كانش، زياني ما كانش، عن طريح يا ما كانش، و و و و و و و راك تقصي، ورينا واش جبت من هذه النقطة، ما كانش كاع منها، ما درتهاش كاع، كيفاش حققت 100%؟ قال لك العودة إلى التكوين اللامركزي عبر كامل ربوع الوطن بتنصيب مديريين جهويين يشرفون على انتقاء اللاعبين، ورينا اللاعبين اللي انتقيتوهم، ما انتقيتو حتى لاعب، راه يحكي على البطولة، ورينا اللاعبين اللي انتقيت اللي صيد، والو خرطي تكذب. قال لك تطوير كرة القدم داخل القاعات لخلق منتخب وطني قوي، هل عندنا منتخب وطني قوي تاع داخل القاعات؟ أصلا إذا عندنا منتخب، راك شايف وليد صادق، قال لك بعد
أسس كرة القدم الشاطئية وتطويرها وتكوين منتخب قوي. يا ودي سقم غير المنتخبات الشبانية وسقم الكرة اللي راهي تلعب في أرضية الملاعب وبعد روح للشواطئ، راك فاهم، عوم ماشي يدير منتخب. استحداث خالية دائمة لمتابعة كل لاعبين الشبان في الخارج، عندنا لاعبين وقصيتوهم عمور واسمه شايبي و و و يا ودي. لقاء مع الفاعلين في كرة القدم المحلية المحترفة والهوية والاستماع إليهم، أنك أعطيت لهم الحس وحبيت تبعتهم للشرع. راك فاهم، راك فاهم وليد صادي، راك دير العكس، أنا راني نشوف النقاط قاعد درتهم بالعكس. قال لك فتح حوار عاجل مع مسؤولي الأندية لتقييم مشروع الاحتراف. احنا شفنا مشروع الاحتراف هذايا، الناس راهي تموت في الصطاد. ملي جيت انت، راه ملي جيت انت باللي حكمت رئيس الاتحادية واسمه، رانا نشوفوا ماشي احتراف، رانا نشوفوا تشعل النار في الملاعب والناس راهي تموت، حتى لاعب ومات، لاعبين وماتوا في الصطاد. ملي راه 211، ملي شديتها انت 211، 11 عباد ميتين في الملاعب في البطولة تاعنا. قال لك تطوير سلك الحكام ووضع الحكام على بالك باللي حتى الهداف، وهضروا على الحكام العام اللي فات، راك فاهم، العام اللي فات الهداف اللي راهم يدعموا فيك، وقال لك كارثه عظمى في الحكام. زيد وراهي 21 نقطه. قال لك تطوير سلك الحكام حل مشكله الديون للفريق على مستوى غرف فض المنازعات. هنايا واش درت؟ هنايا رحت جبت كريدي وما درت والو، كريدي وخلص، جبت من بونكا وحطه وخلص. قال لك زيادة مسؤولية رؤساء الرابطة من أجل اللامركزيات، تسيير هذه معاودها زوج خطرات، تطوير كرة القدم النسوية وتشجيعها معاودها زوج خطرات، يعني زوج راهم معاودهم زوج خطرات. صادي علاش تكذب؟ انسحابات وراء انسحابات، البطولة كارثة، الحكام كارثة، الناس راهي تموت في الملاعب، الكان تاع الكوت ديفوار خرج من الدور الأول، تحسب ليك أنت، وعدت الشعب الجزائري باللي يشدوني انا، الناس راهو الظلم، ونحمي المنتخب. نحميش المنتخب باعترافك يا بن عم، باعترافك قلت نحاولنا ضربات جزاء حقيقيه، حميت ما حميت. 21 نقطه بف بف، بالعكس درتهم بالعكس، واش كتبت درت بالعكس. ما تحشمش تكذب وتقول 100%، ما تحشمش تكذب يا ودي. هادو ما الناس كذابين، هادو قلت لكم بالهف عايشين، بالهف بالهف، كما قال لكم حنا وزعماء الكواليس عايش بالهف. هذا زعيم الكواليس، هذا زعيم الانسحابات. هذا واش نقدر نقول لكم في هذا الفيديو خاوتي. عندنا لي ماتش اليوم تاع البطوله المحترفين تاعنا في اوروبا، عندنا نيس، عندنا فوزبورغ، عندنا بعد هذوما نحط لكم الروابط في المنتدى. سلام.